ما شاء الله، يعني الحضور، الناس طلعت من البحر. يعني انا هكلمكم على عشان احنا كنا في ماكرو ليدز، والماكرو ليدز انتي بايوتكس انتي باكتيريالز، فهناخد الرحله بتاعت الايفوليوشن اوف انتي باكتيريالز فروم ذا دون اوف هيستوري لغايه النيو ميلينيوم. هي قصه كلها كفاح وكلها يعني جود فيجن اند جود براكتس من الناس اللي سبقونا باجيال كتيره، ولغايه النهارده في ناس بتشتغل ان ذس فيلد وبيطلعوا حاجات كويسه قوي قوي قوي. طبعا كل جينيريشن وكل سيفيلايزيشن كان لها الكونتريبيوشن بتاعها على قد الفاسيلتيز اللي كانت موجوده ايامها. مظبوط، هي دي الصوره. تمام. يعني انا هتكلم على الايرلي فيز والديسكفري والبلايرز في الانتيبايوتيك فيلد، الديسكفررز والاكسبيرمنترز بروديوسرز كنترولرز اند يوزرز، يمكن حاجه برضو تهم الفارماسيوتيكال اندستري. وبعدين البكتيريا ويزدم اند ريزيستنس والايرا اوف ريزيرجنس اند ايمرجنس، كلام زي ما الدكتور محمد النادي بيقول الحاجات الحلوه بتاعته. وبعدين النانو تكنولوجي والتيك هوم مسجز. زي ما قلت ان كل سيفيلايزيشن كانت بتستعمل الافيلابل انفايرومنتال ايشوز اللي موجوده عندها عشان تو كومبات وات ووز ان انفكتيف بروسيس ان ذير بوديز. طبعا احنا لينا الرياده في كل حاجه، وهنفضل لينا الرياده في كل حاجه في جميع الفيلدز. الانشنت ايجيبشنز استعملوا الهاني واستعملوا حاجات كتيره قوي. يمكن دلوقتي الديسكفريز بتبين ان الهاني بيشتغل بالاوزموزيس، وبالتالي بيديبرايف البكتيريا فروم اتس انتراسيلولر ليكويد كونتنتس وبيخليها ديهايدريت وتموت. الحاجه الثانيه الانزيماتيك كونفرجن اوف جلوكوز اند اوكسجين تو هيدروجين بيروكسيد ويتش از ا فيري سترونج باكتيريسايدال افكت. استعملوا حاجات كتير قوي، الهربس والمولز وحاجات كتير. شوف بقى دلوقتي بيلاقوا ان في الاونيون وفي الجارليك اللي الانشنت ايجيبشن استعملوهم فيهم اليسين والراديش فيه رافانين، والحاجات دي كلها فيري سترونج باكتيريسايدال افكتس. هل الحاجات دي لقى؟ يعني يمكن في جارليك تابلتس طلعت لكن ملهاش الشهره. الحقيقة مش مصر بس، يعني كل الحضارات القديمة الرومانز والجريك والحضارة المايا في لاتين أمريكا، وكل الحضارات كان لها الكونتريبيوشنز بتاعتها. لكن العرب بالذات عملوا حاجة ان هم جمعوا كل الانتي باكتيريال باورز بتاعتهم وعملوا حاجة اسمها بيمارستانز. البيمارستانز دي دور مخصوصة زي المستشفيات كده، كان بيحطوا فيها الناس اللي عندهم infections وي apply to them الهيربال ميديسينز والاوينتمنتس المستخرجة من الطبيعة ويعالجوا بيها. والحكاية دي بقى اتنقلت بقى مع الفتح العربي للأندلس، واتنقلت على مشارف أوروبا، ومن هناك أوروبا خدت الخلاصة، خدت الوزدم وخدت الحاجات اللي العرب والحضارات السابقة كلها خدتها وعملوا منها اللي عملوه. وكانت النتيجة في القرن التاسع عشر ان لوي باستير اكتشف ان الانفكشنز ار ديو تو سمثينج كولد باكتيريا. دي كان اول مرة يتعرف ان في ان ايتيولوجيك ايجنت كوزينج ذا انفكشنز ويتش ار ذا باكتيريا، وان هو كمان اكتشف ان بعض البكتيريا بتموت بعض البكتيريا. لما ياخد بكتيريا من السويل ويحطها على الانثراكس وعلى حاجات كده تموت البكتيريا التانية. وده اللي عملوه اتنين المان مشهورين قوي، رودولف ايمرش ولو، جم على جروح فيها باسيلس بايوساينس وخدوا منها سواب، وحطوا السواب ده على حاجات تانية زي الانثراكس والدفتيريا والتايفويد فيفر والكوليرا فيبريو كوليرا. الاورجانيزمز التانية ماتت، واعزوا هذا الى انزيم موجود في البايوساينس سموه بايوساينيز. انفورشنتلي الكرود اكستراكت بتاعته كانت فيري توكسيك تو هيومنز، وما نفعش ابدا انها تستعمل فور تريتينج هيومن بينجز، لكن كانت فيري افكتيف very effective in vitro. الستيب اللي بعد كده بقى بتاعت ألكسندر فليمينج لما اكتشف البنسلين حاجة خطيرة جدا جدا. هو كان عامل ستاف كالشرز وحطتها in the lab. over the weekend واحد من الفنيين نسى يقفل يغطي على واحدة، لما جم next Monday لقوا ان في الكالشر باظت
وان البكتيريا مش طالعه عشان في فنجس جه عليها. هو ما كرش الفني ده ولا وبخه ولا خصم منه ولا عمل حاجه، هو تنبه this is vision and there is something in the fungus that killed the bacteria. والفنجس ده ابتدى يعمل منه سوابس ويعمل له اكستراكس، طلع ان هو بنسيلم نوتاتم، والبنسيلم نوتاتم ده الاكستراكت بتاعه سمي بنسيلين عشان الاسم. خد الحكايه دي وده الاثنين من اكبر الساينتست ات ذس ايرا، تشين اند فلوري، والاثنين جابوا 20 واحد يشغلوهم في هذا المجال عشان يتاكدوا من المعلومه دي ويطلعوا فعلا ذا ريال اكستراكت والفارماكوكاينتكس والفارماكوداينامكس والافكتيف المينيمم انهبيتور كونسنتريشن بتاع كل الحاجات دي. ونشروا اول بيبر اهي في اللانست سنه 40 بتقول ان في ماده بنسلين له كيموثيرابيوتيك افكت وبيقتل البكتيريا. الثلاثه خدوا جائزه نوبل برايز، خدوها سنة 45، فلوري وتشين وفليمينج مناصفة بينهم على هذا الاكتشاف المذهل اللي غير وجه الحياة على البلانت. In the meantime تقريبا كده في ألمانيا، طبعا الألمان دول الفظاع جدا جدا في كل حاجة، جيرهارد دوجماك اكتشف ان في ستين برونستيل ستين كده طلع منها السلفونامايد which was very very important، ودخلت في مجالات كتيرة قوي in medicine and industry، وغيرت حتى السيرفايفر ريت بتاع الوندد سولجرز في الحرب العالمية الثانية، لأن كان توصيت الأمريكان والحلفاء إن أي واحد يجي له انفكتد وند يرشوا عليه بودرة صلفة، وده أنقذ حياة ناس كتير قوي قوي في الحرب العالمية الثانية. عندنا احنا بقى أهم واحد في تاريخ التوبركلوزيس عندنا هو سليمان واكسمان. سليمان واكسمان ده مهاجر من كييف، راح في أمريكا وقعد، هو كان بروفيسور في سويل مايكولوجي، وهو صاحب النظرية اللي بتقول لولا الفانجاي on the surface of our planet لغطته البكتيريا واستحالت الحياة عليه. نظرية خطيرة جدا جدا، لأنه لقى إن الفانجاي بتموت البكتيريا، وعمل في هذا شغل كبير جدا جدا، من ضمنه أنه هو لقى إن الستريبتومايسس ريزس فانجس بيطلع منه مادة تقتل الميكوبكتيريا توبركلوزيس وسميت بالستريبتومايسين، وده كان بريك ثرو خد عليه نوبل برايز. الانتي بايوتكس بقى ابتدت تطلع بكميات كبيره جدا جدا، لكن في الالفيه الجديده قل عددها، يمكن عشان التكلفه بتاعتها غاليه. المهم ان في عندنا اعداد كبيره من الانتي بايوتكس، احنا بقى كفيزيشنز لازم نخلي بالنا من الابيوز اوف انتي بكتيريالز الانتي بايوتكس. ما ينفعش ان انا استعمل تو انتي بايوتكس بيلونجينج تو ذا سيم كلاس of action on the bacteria. الحاجات اللي بشغل على cell wall synthesis أخليها مع النوكليك acid synthesis، الحاجات اللي بشغل مع cell wall synthesis أحطها مع بتوع البروتين synthesis وهكذا. لكن بنشوف روشتات الناس حاطة فيها حاجات belonging to the same class، وده abuse وده غلط، ويجب ان احنا نخلي بالنا منه. لما نشوف المين بلايرز بقى in the story of antibacterials هنلاقي فيهم الديسكفررز، الناس اللي وهي بتشتغل على اي حاجة لقت ان في مادة بتأثر على البكتيريا وبتموتها، ابتدوا بقى يشوفوا الكلام ده عشان الاكسبرمنتيشن في الانيمالز وبعد فيز 1 وفيز 2 وفيز 3، ويشوفوا في الهيومنز الفارماكو داينامكس والفارماكو كاينتكس والفورموليشنز والبروبرتيز والمينيمم انهبيتور كونسنتريشن، كل الحاجات المتعلقه بهذه الدراجز. وبعدين يبتدوا بقى البروديوسرز الجاينت فارماسوتيكال كوربوريشنز تطلع الانتي بكتيريالز دي اندر ذا كنترول اوف ال FDA وال WHO وكل الكنترولرز عشان الدنيا مش سايبة. لكن كل ده مهمش العيان اللي هو المين تارجت بتاع الانتي بكتيريا، هو يهمه ايه العيان؟ ملوش دعوه الانتي بايوتيك ده فيه سي او او اتش ولا ان اتش 3 ولا كربون بتاعه ولا ايه، هو يهمه البين بتاع الانجكشن، التيست بتاع السيرب، الفريكوانسي اللي هيستعمل بيها ال الدراج ده، البرايس بتاعه والسيفتي بتاعته على كل البودي اورجنز بتاعته. ده اللي يهم العين، وده الريال ايشو اللي احنا برضو لازم نكون عارفينه عشان لما نسلكت انتي بايوتيك تو سبيسيفيك بيشنت نديله الحاجه اللي تهمه. الانتي بكتيريز تطورت من مجرد انجكتابل فورم الى فورموليشنز كثيره جدا، اورال
injectable topical skin eye ear and nose pessaries suppositories and inhalational drugs. حتى الفريكونسي اوف يوتيليتي اوف انتي باكتيريالز بعد ما كنا بنستعمل زمان العواجيز اللي زي عارفين الكلام ده بنستعمل الاكوس بنسلم بندي مليون وحده كل ساعه عشان السب اكيوت اندوكارديتس وبعدين بقت اربع مرات في اليوم 3-2-1 وبعدين من وانس بير داي لوانس بير ديزيز. كانت فايزر نزلت من كام سنه عندنا الزماكس ها اللي بيتعطى 2 جرام وان سنجل دوز ولا زال موجود في امريكا. ما اعرفش ليه مش موجود عندنا دلوقتي او برضو من ضمن الماكروليدز دكتور طارق بيه. ده بيتشال بالنيوتروفيل where the neutrophil takes it to the site of infection where it is mostly needed for its action. تمام كده. كمان من ضمن الريجوليشنز ان لازم يتحط في الانتيبيوتيك مع الانتيبيوتيك بيتحط بامفلت تقول السايد افكتس بتاعته وتقول كل حاجه مختصه بيه والايج ريجوليشنز والبريجننسي واليوز ان كوموربيديتي. هنا بقى تيجي البكتيريا الويزدم. شوف بقى الشغل اللي حصل ده كله ومطلعين فيري سترونج ماتيريالز. شوف البكتيريا بتعمل ايه عشان تو ريزيست الانتي باكتيريالز. بتغير الانتيبيوتيك انترينج بورز اللي فيها بيقولوا عليها بنسلين انترينج بورز. بتغير الكونفورميشن بتاعها عشان الانتيبيوتيك ما يعرفش يخش. تعمل تارجت باي باس ميكانيزم تزق الانتيبيوتيك لو حاول يخش. تطلع افلكس تطلع بروتيوليتيك انزيمز وتطلع انزيمز ذات ديستروي بنسلين يطلع له بنسلينيز سيفالوسبورينيز كل حاجه يطلع لها الايز ايز 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 عشان تو ديستروي. كمان يلعب البكتيريا نفسها تغير البرميابيليتي بتاعت الور بتاعتها عشان الانتيبيوتكس ما تقدرش تخش. وحتى بعد ما بتخش بيعملوا لها افلكس ميكانيزمز عشان تطلع الايه الانتيبيوتيك من جوه البكتيريا. اللي زود الطين بل اخواتنا وحبايبنا بتوع الفيت ميديسن لما بيدوا البيردز والانيمالز اي لارج اماونت اوف انتيبيوتكس توصل لنا في السندوتشات اللي بقت ساندوتش ما هو برجر لا بقى انتيبيوتيك وده يعمل لنا ريزيستنس كتيره جدا. احنا بقى في انتظار ايه؟ احنا في انتظار الانتي بايو وندر او الانتي بايو ميراكل اللي هو تشيب وسيف وإفكتيف وايد رينج الكومبلاينس حلوة قوي مالتيبل فورمولاشنز اند نو ريزيستنس. ده اتس ا دريم وما اعتقدش ان في شركه هتجرؤ على انها تنزله عشان ايه هيبوظ الدنيا خالص بالنسبه لهم. في الايفولوشن بتاع الانتي باكتيريالز بعضهم انتقل عشان احنا بتاع تشست انتقل من بينج جاست ان انتي باكتيريال لانتي مايكوباكتيريال وده نفعنا قوي عشان المالتي دراج ريزيستنت تيوبركل باسيلاي. بعض الفلوروكينيلونز واللينوزوليد والمترو دي نريدازول ديريفاتيفز حتى الاموكساسيلين كلافيولينيك اسيد راخر له انتي مايكوباكتيريال. دخلنا بقى بعد كده في العصر بتاع ايه ريزيرجنس اند ايمرجنس البعث حاجات منسيه كده طلعت لها فوائد ما كناش نعرف طلع لها انتي باكتيريالز والايمرجنس بتاع الحاجات الجديده خالص اللي ما كانتش موجوده. اول حاجه في النيو كامرز في الانتي باكتيريالز الصوديوم بيكربونيت ده قصه وهذه القصه مهمه جدا 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 ولها لوكال اكزيستنس بالذات في المنصوره. دكتور محمد خير البدراوي وزملائه هناك الحقيقه عاملين شغل مهم جدا 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 ان الصوديوم بيكرب از ان الكاليتنج ايجنت والبكتيريا بتحب تعيش في الاسيديك ميديم بيخلي الانفايرومنتال المايكرو انفايرومنت حوالين الباسيلاي الكلاين وده از انكومباتبل ويز باكتيريال سيرفايفل. انا واحد من الناس شخصيا لما اتعلمت الحكايه دي بستعمل الصوديوم بايكارب دلوقتي باي انهيليشن في عيانين لو اقدر في الكومنتري اكوار نيمونيا في الفاب بالذات بنستعمله بياخدوا 5 مللي كل 4 ساعات فيري افكتيف ان كيلينج كل التايبس اوف بكتيريا بالذات الجرام نيجاتيف وبيقلل الستاي في الاي سي يو. الصوديوم بايكارب معروف بقى على مستوى الديفرنت سبيشاليتيز ان هو مهم جدا في علاج حاجات كتيره قوي قوي. طب ايه احدث اصدارات وانجازات المنصوره ديبارتمنت بالنسبة للصوديوم بايكارب في الكوفيد 19؟ الكلام ده منشور في الانديان جورنال اوف انتي مايكروبيالز في 2021 ان لما ادوا مجموعة انهاليشنال صوديوم بايكارب عندهم كوفيد 19 ومجموعة تانية مشوا على الكونفنشنال ثيرابي التحسن
اكتر statistically significant، دول 43% يعني حوالي 33.9% اللي خدوا، والتانيين اللي ما خدوش 18.2% statistically significant wide good effect، يستحق ان احنا نبص له، واللي يعرف يجربه يجربه، it's an option، كلام مقبول عالميا وطالع من المنصورة من عندنا من مصر. سوديوم بيكارب له استعمالات كثيرة جدا، من ضمن استعمالاته في وقت من الأوقات في نهاية الخمسينيات كده طلع الراجل ده أوتو واربرج وقال إن الكانسر سيلز ار أسيدك، and if you alkalinize your body you can defend even you can kill cancer، وابتدوا بقى إيه يخرفوا خالص، وقالوا إنك أنت لو خدت إيه بيكنج باودر هتموت الكانسر اللي عندك. يعني هناك شيء من ال من الـ من التاتش كده، يعني الناس اللي تاخده وتشتغل عليه وتشوف هل ينفع يتحقن لوكالي اندوبرونكالي عند بتوع البرونكولوجي، هل ينفع يتعمل بيه ووش، هل يتعمل بيه ايه، هل له فايده از ان ادجوفنت مع الانتي كانسر ثيرابي ولا لا. الحاجه الثانيه في الريزيجنز هي اللوكال انيثيتكس، حاجه غريبه جدا ويمكن كتير ملاحظات الناس اللي كانت بتشتغل برونكوسكوبي كتير في العصور البدائية بلوكل، كان البكتيريا ريتريفل قليلة، لما قاعدين العيان وربطينه في الكرسي ربطة كده كويسة، ها ورش يا بت رش 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 نهري زورو والفوكال كورس والتراكية وعلى الكارينا وكله، يعني عامل له انونديشن، عامل له غمر باللوكل انيثيتكس. البكتيريا ريتريفلز ما كانتش كويسة قوي في عصر الحديث، الواحد مش هتوجع دماغه مش هتوجع عين يستفرق عليه، كلنا بنشتغل بايه بجنرال انستيزيا ريتريفال كتير. مش احنا بس، ده العالم كله اللي لقى دراسات طالعه بتبين ان اللوكال انيثيتكس بالذات الليدوكين اللي هو الزيلوكين بكتيري سايدال فيري افكتيف، بيشتغل بعد قد ايه، بيشتغل بعد ساعه او ساعتين، البوتنسي بتختلف من 1 مولكيول لانذر، كذلك الديوريشن اوف اكشن. بص على الكيرف ده، شوف الزيلوكين الخمسة في المية نزل البكتيريا الكاونت، يعني البكتيريا اللود قلب، ده اللوغاريتميك قلب درجة كبيرة جدا جدا مع استعمال السبراي بتاع اللايدوكين. حاجة جميلة جدا جدا ان اللوكال انيستيكس يعني تستعمل هيتوبيكال حتى على السكين وونز، تقلل البين والاريتيشن كلوكال انيستيك، وفي نفس الوقت هاز بكتيري سايدال افكت. دخلنا بقى في الامرجنس. اول حاجة في الامرجنس كنا اتكلمت امبارح شوية على البكتيريوفيجز، ودي حاجة خطيرة جدا جدا وكانت موجودة من زمان وبتعالجوا بيها الامراض كتيرة قوي قوي، بتستعمل في الصناعة عشان تموت البكتيريا. البكتيريوفيجز ار فيروسز ذات كيل ذا بكتيريا، الفيروسات اكله البكتيريا، حاجه سبحان الله على التوازن اللي في الكون، يعني حاجه جميله جدا جدا، وبرضه بتاثر على البايوفيلم وتمنعه. من اخطر الاورجانيزمز اللي البكتيريوفيجز بتقدر عليها السودوموناس، ويعني بتقدر عليها تماما. الجورنال اوف ايريسول ميديسن اند بالمونري دراج ديليفري منزل مقالة على إيه؟ Respirable bacteriophages for the treatment of bacterial lung infections. هيبقى عندنا بخاخات من البكتيريوفيجز نستعملها في النمونيا. فيها بقى ستافيج، فيها ستريبتفيج، فيها بوليفيج، كوكتيل من البكتيريوفيجز عشان البوليميكروبيال respiratory tract infection. هنشوف الدنيا هيحصل فيها ايه. دخلنا في التوبركلوزيس مع البكتيريوفيجز، viruses that can kill المايكوبكتيريوم توبركل بس. ايوه طبعا طبعا. ايه بقى النيو كامرز ان انتي بكتيريال فيلد دلوقتي كمان؟ المايكروبيفور نانو روبوت صغير نحلال بيشتغل بالايه digest and discharge. ده الرجل اللي عمل البروتوتايب بتاعه روبرت فريتاس، حاطين صورته على مجلة الفيوتشرست، المستقبليين، الناس اللي هتغير الحياة على وجه كوكب الأرض، هو وثلاثة تانيين. طبعا كل واحد فيهم عامل مصيبة بتاع الارتفيشال انتليجنس وبتاع مش عارف الطاقة المستدامة ايه حاجات، يعني العدد ده يعني شيء مرعب. وهم مسمينه الرجل
ده مسمينه enemy number one of bacteria, viruses and fungi, وsavior of patients and alleviator of human suffering. هيتقتل طبعا من شركات الأدوية عشان إيه؟ ما يطلعش البتاعة دي اللي قد كده هو. وإيه؟ more effective 1000 times more effective than natural macrophages and white blood cell whether aided by antibiotics or not. 1000 مرة قد الناتشورال بودي ديفنس ميكانيزمز. بيشتغل بالدايجست والديستشارج. عنده الكلبشات يمسك بيها البكتيريا او الفيروس او الفنجاي يدخلها جوه في حاجه اسمها غرفه الطحن مورسيليشن تشيمبر. لما يخش في المورسيليشن تشيمبر دي يبتدي يفرز عليه انزيمز اوريدي موجوده عشان تكسر الاورجانيزم ده وتحوله الى سيمبل هارملس ماتيريالز امينو اسيدز جليسرول كربوهيدرات حاجات خفيفه جدا كده تطلع من الاكزيت بورت بتاعه. ما فيش بقى ايه سايتوكاينز وانفلاماتوري ميدييتورز وسيستميك انفلاماتوري ريسبونس سيندروم. ما فيش الكلام ده, ما فيش خالص. ده فيري سيمبل كلين اند سيف بروسيس اوف فايرال باكتيريال اند فانجل كيلينج اند ديستركشن, والاكزيت ما فيهوش اي مشاكل. طيب ان كونكلوجن بقى, احنا العالم البلانيت بتاعنا ان اتس ديفنس اجينست بكتيريا استعمل حاجات كتيره قوي قوي من الناتشرال اكزيستنج سبستانسز زي الهاني وزي الهيربس وزي المولز, وبعدين دخل في الانتي بكتيريال بالديفرنت فورمولايشنز بتاعتها. بس لازم نعرف ان الانتي بكتيريال والانتي بايوتكس بالذات ار دبل ايجد سورد, من ناحيه بتقتل البكتيريا ومن ناحيه ممكن تقتل الهيومن بينج. واحنا لازم نشجع الفيزيشنز عشان يعرفوا الافيشنسي اوف ايتش انتي بكتيريال دراج بروبرلي يوز ات وين نيدد اور اذروايز افويد ات كومبليتلي. الانتي بكتيريالز ار اب تيل ناو اور بيست ويبونز حقيقي, وهيفضلوا الى فتره ما لغايه الحاجات الجديده ما تطلع, زي الصوديوم بايكارب ياخد وضعه, المايكروبيفور ياخد وضعه, اللوكال انيثيتكس تاخد وضعها, البكتيريوفاجيز تاخد وضعها. وفي نهايه المقاله الليكشر دي بفكر ان احنا لسه كنا من كام يوم كده في ذكرى جمال عبد الناصر عليه رحمه الله, له ما له وعليه ما عليه, وربنا سبحانه وتعالى اكرمنا من امبارح كان ذكرى نصر 6 اكتوبر. وكل سنه وانتم طيبين. ثانك يو فيري ماتش.